نتحول مباشرة إلى جبهة جنوب لبنان مع الزميلة فاطمة فتوني مراسلة الميادين هناك. مرحبا بك فاطمة، ما آخر المعطيات لديك؟ نعم محمد، ما زالت صافرات الإنذار تدوي من داخل في داخل الأراضي المحتلة. قبل قليل دوت في الجولان السوري المحتل أكثر من مرة، لتعلن المقاومة الآن عن عملية عن استهداف قاعدة حومة في الجولان السوري المحتل. هذه القاعدة التي استهدفتها المقاومة اليوم مرتين متتاليتين، كذلك قبل قليل أعلنت عن استهداف ثكنة معالي جولاني في الجولان السوري المحتل. إذن عمليات المقاومة مستمرة وهي لم تنتهي، يعني بدأت منذ فجر اليوم والصليات الصاروخية تطلق من لبنان باتجاه الأراضي المحتلة وكانت متواصلة منذ الليلة الماضية. الآن نسمع أصوات قصف مدفعي على ما يبدو أن سهل الخيام والخيام يتعرض لقصف مدفعي، هذا القصف الذي لم يتوقف بالإضافة إلى الغارات التي الجوية التي تشنها الطائرات الحربية الإسرائيلية، غارات جوية مكثفة باتجاه رامية عيت الشعب والقوزح وطائر حرفة بالتزامن مع قصف مدفعي مركز باتجاه هذه البلدات. إذا ما فصلنا أكثر بعمليات المقاومة الآن هناك غارة تستهدف وادي شبعة، هذا الصوت الذي سمعناه أيضا قبل قليل كان غارة جوية على وادي شبعة، وهي المرة الثانية التي تستهدف فيها طائرات الاحتلال الإسرائيلي هذا الوادي الذي يقع في القطاع الشرقي تحديدا. إذا أيضا ما تحدثنا أيضا عن عمليات المقاومة اليوم كانت موجهة باتجاه الأراضي المحتلة باتجاه عمق يزيد عن أكثر من 30 كيلومترا بعيد عن أقرب نقطة حدودية، حيفا التي دوت فيها صافرات الإنذار أكثر من مرة، أيضا استهدفت قواعد عسكرية، استهدفت قاعدة 7200 تحديدا مصنع المواد المتفجرة، كذلك كان هناك استهداف لقاعدة زوفولون للصناعات العسكرية. وصلت مسيرات المقاومة إلى هذه النقاط البعيدة عن خط المواجهة بالإضافة إلى قاعدة جوية في كريات العيزر في حيفا. أيضا توسع المقاومة من مديات نيرانها باتجاه هذه المدينة مدينة حيفا الحيوية عفوا، خصوصا بعدما عاد به الهدهد قبل ايام من اهداف حيويه عاد بها الى يعني عاد هدهد المقاومه باهداف حيويه لحيفا. كذلك كان هناك استهداف لتجمعات جنود الاحتلال الاسرائيلي في اصبع الجليل، ركزت المقاومه على استهداف تجمعات لجنود الاحتلال في مستوطنات مسكف عام لمطلق فاريوفال، وكذلك استهدفت المناره بالاضافه الى عين مرجليوت التي اصابتها اليوم التي استهدفتها المقاومه بمسيرات انقضاض، استهدفت تجمع لجنود الاحتلال الإسرائيلي. كذلك ركزت المقاومة على مرابد المدفعية، قبل أيام كانت تستهدف هذه المرابد واليوم أيضا استهدفت مرابد الاحتلال الإسرائيلي التي تعتدي على الأراضي اللبنانية، بالإضافة إلى مستوطنة خربة نفحة نسمع بأسماء لمستوطنات جديدة تستهدفها المقاومة وتدخلها إلى دائرة الاستهداف، بالإضافة إلى مدن حيوية طبرية كانت تحت مرمى نيران المقاومة، كما كنا قبل أيام صفد التي تستهدف أيضا المقاومة دائما، اليوم استهدفت طبرية. بالإضافة إلى إذا ما تحدثنا عن هذه الأهداف بالدرجة الأولى، هدف المقاومة وكما جاء اليوم هو المنشآت العسكرية، والهدف الثاني يمكن القول بشل الحركة في هذه المناطق المهمة جدا والبارزة بالنسبة للاحتلال الإسرائيلي، دوت فيها صافرات الإنذار أكثر من مرة. كذلك على صعيد عمليات التصدي التي ما زالت تقوم بها المقاومة على امتداد هذه الجبهة في أكثر من قطاع منذ الليلة الماضية، حيث تصدت لقوات الاحتلال عند بوابة فاطمة، اليوم تجمع لجنود الاحتلال في بليدة، كذلك حاولت أو تصدت لجرافات وآليات الاحتلال الإسرائيلي في كل من الضهيرة ورامية وقوة مشاة إسرائيلية في ثكنة وخربة زرعيت. استهدفت المقاومة هذه التجمعات وجرافات الاحتلال الإسرائيلي مستخدمة الصواريخ الموجهة والقذائف المدفعية، وحققت إصابات دقيقة ومباشرة بحسب ما جاء في بيانات المقاومة. هذه العمليات مستمرة، نحن نرصد ونتابع صافرات الإنذار، كلما دوت صافرات الإنذار في مستوطنة أو في منطقة داخل الأراضي المحتلة يتبين لاحقا بأنه يكون هناك استهداف مباشر من قبل المقاومة وتعلن عنه في بيان. والآن محمد هناك بيان للمقاومة
نعم كنا قد تحدثنا عن قاعدة حومة التي استهدفتها المقاومة مرتين متتاليتين. على صعيد الاعتداءات الإسرائيلية، شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية أكثر من 30 غارة اليوم مستهدفة مناطق متفرقة في جنوب لبنان في مختلف الأقضية، كان آخرها قبل قليل والتي سمعناها وادي مستهدفة وادي شبعة في القطاع الشرقي بالتزامن مع قصف مدفع يستهدف بلدة لخيام والسهل أيضا. شكرا جزيلا لك الزميلة فاطمة فتوني مراسلة الميادين في جنوب لبنان على هذه المعلومات، ونحن بالتأكيد نتابع التفاصيل معك أولا بأول. الآن مشاهدينا نرحب بوزير العمل اللبناني في حكومة تصريف الأعمال سعادة الوزير مصطفى بيرم معنا مباشرة من بيروت. نرحب بك معنا في هذه التغطية المباشرة من الميادين سعادة الوزير، ونسألكم بداية عن الخدمات المقدمة من قبلكم كوزارة وأيضا الخطط المعدة في تحية لك وللمشاهدين الأعزاء. حياك الله. والخطط المعدة من قبلكم لمواجهة هذا العدوان الإسرائيلي على لبنان. نعم، هلأ فيما يتعلق بوزارة العمل، نحن بالموقع الجغرافي للوزارة هو موقع خطير لأنه موجود في منطقة الضاحية الجنوبية، وبالتالي تم إخلاء المبنى ولا نستطيع أن نلزم أحدا من الموظفين أن يأتوا، بس ولكن نحن مسبقا كنا عاملين احتياطات لأنه نحن عملنا عملية تحول رقمي، وبالتالي عملنا يعني البرامج والمعلومات والداتا وكل ما أنجزناه على مستوى التحول الرقمي عملنا له سحابة وحفظنا الداتا وكل البرامج، وأخذنا بعض المكاتب في أماكن أخرى لحتى نيسر أمور الناس، وعملنا تمديد لبعض المهل وتعاوننا مع الأمن العام لتيسير أمور المواطنين فيما يتعلق بالعمال الأجانب الذين هم عندهم يعني، ويسرنا هذه الأمور وطبقنا خطة الطوارئ التي كنا نهيئ لها. طيب سعادة الوزير، هذا فيما يخص الوزارة وعمل الوزارة وعمل الموظفين في الوزارة، أيضا نريد أن نسأل عن طبيعة الخدمات المقدمة إلى المواطنين. هل هناك لجان مشتركة بها أكثر من وزارة، وزارتكم من خلالها أيضا أو ضمن هذه اللجان تقدم الخدمات إلى النازحين أو تحاول أن تقلص من الفجوات الموجودة؟ لا، كوزارة عمل لا، ما في يعني بحسب ماهية وزارة العمل ما إلى دور مباشر فيما يتعلق بمسألة النازحين أو أهلنا النازحين، لكن نعم بحكم أنني وزير نعم نشارك مع لجان الطوارئ، وأبديت قلت لهم أنه أنا موجود حدكم وأي شيء تريدونه نحن بالخدمة، وبالتالي نقوم ببعض الزيارات بأعمال تنسيقية اتصالات تسهيلية للنازحين ويعني نحاول أن نيسر الأمور، لكن كوزارة عمل بذاتها ما إلى علاقة بهذا الموضوع لأنه هي مرتبطة بالعمال عمليا. نعم في أمرين هن يعني رح نقوم فيهم، هن أولا مسألة التعاون مع منظمة العمل الدولية، لأني أنا طرحت عليهم أنه يقوموا بمبادرة، هلأ هن عندهم فكرة مبادرة معينة يقوموا فيها اتجاه دعم النازحين. في مسألة تانية هي الشكوى التي تبنتها الحكومة اللبنانية والظاهر رح نضمها ضمن رزمة شكاوى تقدمها الحكومة اللبنانية عبر وزارة الخارجية في الأمم المتحدة حول الجرائم التي ارتكبت كل في تبعا لمجاله، يعني فيما يتعلق بوزارة الصحة التعرض للأطقم الصحية وللإسعاف ولرجال الإغاثة والإنقاذ والإسعاف وأيضا المستشفيات، هيدي جريمة حرب. فيما يتعلق بوزارة العمل هناك شكوى نحن أعدينا لها، بس ولكن التطورات هي شوي حالة كان على أساس أنه نحن نسافر خلال يعني بمدة 48 ساعة من فترة لنقدم هذه الشكاوى في القاهرة وثم في جنيف إلى منظمة العمل الدولية، ربطا بأنه انفجارات البيجر وأجهزة اللاسلكي انفجرت بأغلبها بأناس ورجال وشباب وأطفال وناس ونساء وعاملين في أثناء العمل، يعني
خالفوا الاتفاقية التي الاتفاقية رقم 120 التي وضعت سنة ال 64 وانضم إليها سنة 1970 لبنان. نعم. وبالتالي وقع عليها وأصبحت سارية التنفيذ. هذه الاتفاقية تضمن سلامة العمل، سلامة العمال، سلامة أصحاب العمل، سلامة بيئة العمل. فكيف بأن تأتي أجهزة إلكترونية فتنفجر بأصحابها أثناء عملهم؟ وهذا أمر خطير، يضرب الثقة في العالم، يضرب العلاقات التجارية في العالم، وبالتالي يؤدي إلى اللاثقة. ونحن كلنا بنعرف أن المنظومة التجارية والاقتصادية في العالم قائمة على الثقة. فالإسرائيلي بهذه الجريمة النكراء، هي جريمة ضد الإنسانية، جريمة ضربت كل الثقة في العالم، ضربت تضرب التجارة في العالم، تضرب الإنتاج في العالم، تجعله موضع شك وريبة. لذلك هون تقديري هو دور وزارة العمل. نعم بيبقى الهامش للوزير، الوزير ما نقوم به من دور سياسي وما نقوم به من متابعات يومية، هو أيضا منها وما نعم. ما هو معلن ومنها ما هو غير معلن في هذا المجال. سعادة الوزير، نريد أيضا أن نسأل عن الدور السياسي الذي تقومون به سواء على الصعيد الشخصي نعم. أو كوزارة عمل. وأيضا تحدثت أنت عن الشكوى التي أعدتها وزارة العمل والمختصين في الوزارة لتقديمها ضد الاحتلال الإسرائيلي بخصوص توقيت انفجار البيجر وأيضا الأشخاص الذين استهدفوا. بالتالي اليوم ما الذي يعيق تقديم هذه الشكوى؟ تطورت الأوضاع صح، لكن المطار ما زال يعمل، وأيضا بإمكانكم السفر، أليس كذلك؟ نعم، لا شيء يعيقنا في هذا المجال، ونحن الآن في إطار إعادة تفعيلها واستئناف تقديمها. نعم. وأنا تواصلت مع البعثة اللبنانية، أو يعني اطلعنا على ما تقوم البعثة اللبنانية في جنيف، وبالتالي كانت قد أثارت ذلك في مجلس حقوق الإنسان، ووجدنا أن العديد من الدول كانت مستاءة جدا من هذا التصرف الإسرائيلي، تشعر بحالة من الرعب، بحالة من القلق على منتوجاتهم، على الاقتصاد العالمي. وبالتالي أعتقد أن الفرصة مؤاتية لنا، نحن في صدد إعادة تفعيل هذه المسألة، لأنه في الفترة السابقة بتعرف أنه عندما استشهد سماحة السيد المقدس، بالتالي هذا الأمر غير كثير من الأشياء وأصبحت الأولويات في مكان آخر. لكن هلأ عندما تم فرز الأمور نستطيع أنه، وسنفعل ذلك قريبا. أما فيما يتعلق بالدور السياسي الذي نقوم به، هو أنه نحن حاضرين على مستوى الاتصالات التي تحصل، الاتصالات الدبلوماسية سواء مع دولة الرئيس بقاطي أو دولة الرئيس نبيه بري، أو ما يحصل في من خلال الحكومة مجتمعة. بالتالي نحن على تماس مع هذه الاتصالات، نبدي رأينا، نبدي موقفنا، ننصح في بعض الأمور، نضع بعض الكوابح في بعض المسائل، لأنه يجب على الذي يفاوض في لبنان أن تكون لديه كل قطع البازل، لأنه لازم يكون عارف الصورة الكلية لحتى ما يكون يتعرض لضغط من هنا ولا يوجد ضغط من اتجاه آخر فيفقد عملية التوازن في عملية التفاوض. لذلك هذا الدور نحن عم نقوم فيه بشكل كبير، عم نتابع الاتصالات بشكل حثيث، عم نتابع تفاصيلها، عم نتابع ما يحصل في الأروقة الدبلوماسية، وعم نكون بزيارات متكررة إلى المعنيين في البلد وفي الدولة، ونحن جزء منها أيضا. وأيضا حضورنا في مجلس الوزراء عم نكون ملتفتين ومنتبهين ومتيقظين، ولكن الذي يساعدنا أنه في نوع من الفهم الوطني، الفقه الوطني لأصلية لأساس هذه المعركة الوجودية، في أن المسألة ليست خلافا جزئيا بيننا وبين العدو الإسرائيلي. العدو الإسرائيلي لديه مشروع لا يقبل بأي حلول، لا يقبل بقرارات دولية، لا يقبل بالسلام، ليس نعم. لديه أصلا مفهوم للسلام، هو كيان عنصري قائم على إزالة الآخر. وبالتالي نحن اليوم في خط الدفاع الأول عن الإنسانية وعن الكرامة الإنسانية وكرامة الشعوب وحقوق هذه المنطقة وشعوب هذه المنطقة وحتى عن دول المنطقة. وما ننسى أنه من ثلاثة أيام سموتريتش، هذا الوزير الصهيوني المجرم، قد صرح أن إسرائيل ستحتل لبنان والعراق وفلسطين والأردن ومصر وجزء من السعودية فضلا عن فلسطين. طبعا فشل عرقبته يعني، بس ولكن هذا يدل على الذهنية التي يعيشون عليها والتي ينطلقون
يمنعونا منها. من هذا الأساس نحن دورنا أنه نركز، نأصل هذه المعركة، نفلسف هذه المعركة أنها معركة وجود، هي ليست معركة رد على جبهة إسناد كما يظن البعض من السذج ويقزمون هذه المعركة، لا، هي معركة وجودية الإسرائيلي جهز لها طويلا. وما نراه من غارات على كل الأراضي اللبنانية شرقا وغربا وجنوبا وشمالا وفي جبل لبنان وفي العاصمة والضاحية، ضاحية العزة والكرامة، نحن نشاهد أن هذه أتت من بنوك للأهداف. هذه بنوك الأهداف لم تأتي من أمس، إنما هي حصيلة 36 ألف خرق بري وبحري وجوي، ولذلك أجرم هذا العدو، حاول أن يوجه ضربات متتالية إلى المقاومة في لبنان وبيئة المقاومة وإلى لبنان، ظنا منه أن هذه الضربات يمكن أن تسقطنا، ولكن هذا الأمر لم يسقطنا. حابب أعطيك معلومة، في دراسة قدمت من منظمة دولية تقول أنه خلال يومين، يعني خلال 48 ساعة، إسرائيل قصفت وضربت وقامت بغارات على لبنان بمقدار ما قامت به أمريكا المجرمة على أفغانستان خلال سنة. يعني تخيل ما قامت به أمريكا خلال سنة قامت به إسرائيل خلال 48 ساعة. اللي تعرضنا له ما حدا تعرضنا له، والضربات التي تلقتها المقاومة بطريقة غادرة تخالف فروسية القتال، تخالف أخلاقية القتال، لكن ماشي الحال. نعم، هذا الأمر ضربنا، هذا الأمر أوجعنا، وتوج ذلك بقتل سماحة السيد المقدس القائد الأممي السيد حسن نصر الله. كان من شأن ذلك لأي تنظيم في العالم، لأي جيش في العالم، لأي منظومة إدارية وقيادية في العالم، أو أي منظومة سياسية واقتصادية في العالم، أن تنهار وترفع الرايات البيضاء. نحن تعرضنا لذلك، ولكن بقائنا هو معجزة، إعادة استلامنا لدفة القتال هو بحد ذاته معجزة، وأنا أدعي بكل جرأة وأقول هذه بداية النصر. بداية النصر حصلت من قيامنا بعد هذه الضربات، من استمرارنا بعد هذه الضربات. واليوم المقاومة تعيد زمام المبادرة، تتعافى وتأخذ زمام الأمور والمبادرة، وتعيد إرساء المعادلات التي تفرض نفسها على العدو بطريقة ذكية وحكيمة ومتدرجة، وهذا شيء ذكي ومهم جدا. وقديما أو مش قديما، وقد قال بريجينسكي مستشار الأمن السابق الأمريكي، الأمن القومي الأمريكي السابق، هي استراتيجية اسمها التآكل والتوسع، كان عم بيطبقها علينا على دولنا، ولكن نحن الآن نطبقها على العدو الإسرائيلي. وهو ما كان قد أشار إليه سماحة السيد الشهيد من مسألة تراكم النقاط. أهمية تراكم النقاط أنك لا تقوم بضربات عشوائية، بل كل المراسلين يؤكدون أن ما تقوم به المقاومة هي ضربات ذكية منطقات بطريقة ذكية في بنك الأهداف، تؤدي المطلوب بحيث تشكل كل ضربة عنصرا إضافيا تسمح بتراكم النوع، وصولا إلى لحظة مهمة جدا هي لحظة السيرورة ولحظة التغير، واللحظة التي تحدث التغيير المنشود اسمها اللحظة الحرجة. ومن هون اللحظة الحرجة هي التي نريد أن نصل إليها، تجعل العدو في لحظة من مقاتلين سائبين. يعني بمعنى، بيقول كلاوزفيتس أن الخبير العسكري أو المنظر الاستراتيجي للحروب بالقرن التاسع عشر، كلاوزفيتس بيقول كلمة مهمة جدا، بيقول إن أي حرب دون أفق استراتيجي هي حرب ستصل إلى الحائط المسدود. لذلك الإسرائيلي كما اليوم أشارت CNN أن المعركة الإسرائيلية وصلت إلى طريق مسدود، وأنهم تفاجأوا بنوعية القتال الذي يمارسه قوات المقاومة، تمارسه المقاومة في لبنان، وأبناء وأحباء وثقة سماحة السيد حسن نصر الله وأمل اللبنانيين الأحرار، والأمل الذي يلقى عليهم إذ يذيقون قوات النخبة الزوم المر والطعم المر في مجريات الميدان. هذا الأمر فاجأهم، لأن الإسرائيل أخطأت بشكل سريع، لأن سيكولوجيا الغطرسة أخذتهم إلى مكان خطير، في أنهم استخدموا كل مخزون الإجرام عندهم، مستفيدين من ضربات وجهت إلى المقاومة أوجعتنا، نعم، وأوجعت بيئتنا، لكن مثل ما قلت نحن أمنا واستيقظنا وعدنا إلى الميدان بخطى ثابتة بمعنويات كبيرة، ونحول الأمل
ألم إلى أمل، هذه ثقافة الحياة على القاعدة الاستراتيجية في الصمود النفسي وفي الدينامية النفسية التي صنعتها السيدة زينب عليها السلام عندما وجدت قمة التراجيديا، قمة البؤس، قمة الوجع، عندما قالت انه في عندما وجدت الذروة في التراجيديا والوجع والحزن، قالت والله ما رأيت إلا جميلة. هذه الروح، هذا المعنى في عمق الأزمة يستطيع أي مجتمع أن يحوله من قوة مهلكة وقوة تجعلك تنهار إلى قوة تجعلك تقف من جديد. هذه مسألة مهمة جدا فعلا. وأرنولد توينبي، نعم سعادة الوزير، قديما يبدو الصوت والصورة تقطعت بعض الشيء، سنعود لك بعد قليل. سعادة الوزير، تحدثت بأمور ونقاط كثيرة مهمة في مداخلتك السابقة، سنفصلها أكثر خلال هذه الساعة. نتحول الآن إلى الزميل مراسل الميادين في بيروت عباس الصباغ. مرحبا بك عباس، رافقت اليوم جولة ضيف لبنان رئيس مجلس الشورى الإيراني السيد قاليباف. حدثنا أكثر عن هذه الجولة بداية، وأيضا نريد أن نسألك في الشق الثاني من السؤال حول الأحداث التي جرت في المعيصرة. عباس أعتذر، هناك خبر عاجل على شاشتنا قبل أن تبدأ بالإجابة. المقاومة الإسلامية في لبنان تقول نفذنا هجوما جويا بسرب من المسيرات الإنقضاضية على ضواحي تل أبيب في هذه الأثناء. نعم عباس تفضل. نعم، زيارة المسؤول الإيراني اليوم كانت لافتة في الشكل والمضمون. محمد، في الشكل هناك تحدي إيراني للحظر الذي يفرضه جيش الاحتلال على مطار بيروت بعد أن هدد باستهداف الطائرات الإيرانية. هو ثاني أرفع مسؤول إيراني يزور لبنان خلال 8 أيام، طبعا بعد زيارة وزير الخارجية عباس عراقشي في يوم الجمعة قبل الفائت. وأيضا تأكيد المواقف الإيرانية في دعم لبنان شعبا ومقاومة وحكومة. وقال الضيف الإيراني رئيس مجلس الشورى محمد باقر قاليباف بأن إيران تدعم بقوة كل القرارات التي تتخذها الحكومة اللبنانية والمقاومة اللبنانية والشعب اللبناني، في إشارة إلى ثبات الموقف الإيراني على حاله في دعم لبنان وتقديم كل أنواع المساعدات. أيضا عرض الضيف الإيراني لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي استعداد إيران إرسال المساعدات إلى الشعب اللبناني وأن توزع هذه المساعدات بإشراف الحكومة اللبنانية. وأيضا إصرار إيران على تنظيم جسر جوي بين طهران وبيروت لنقل هذه المساعدات. كذلك جدد أمام الفصائل الفلسطينية والأحزاب اللبنانية الذين التقاهم في مبنى السفارة الإيرانية في بيروت ثبات إيران على موقفها الداعم للمقاومة كما دأبت عليه منذ انتصار الثورة عام 79 من القرن الفائت. اللافت أيضا في هذه الزيارة إصرار المسؤول الإيراني على تفقد مكان العدوان الإسرائيلي وتحديدا على العاصمة بيروت. نتحدث عن منطقة البسطة القريبة، يعني البعيدة بئات الأمتار فقط عن وسط العاصمة بيروت، والعدوان الذي استهدفها قبل يومين وأدى إلى ارتقاء عشرات الشهداء والجرحى ومن على ركام تلك الأبنية السكنية المدمرة. جدد المسؤول الإيراني دعم لبنان وشجبه لتلك الجريمة الوحشية التي تنفذها تل أبيب بحق الشعب اللبناني على امتداد المناطق اللبنانية والتي وصلت اليوم إلى حدود خارج بيروت وإلى منطقة الشمال في يعني عدوان هو الأول من نوعه على منطقة البترون، وأيضا تجديد العدوان على منطقة أو بلدة المعيصرة في قضاء كسروان. في تلك البلدة محمد هو العدوان الثالث على بلدة المعيصرة في كسروان. هذه البلدة تبعد قرابة 40 كيلومترا عن مدينة بيروت شمالا. ارتقى 5 شهداء و14 جريحا نتيجة هذا العدوان الإسرائيلي على المعيصرة. وأيضا هناك عدوان إسرائيلي على بلدة دير بيلا في قضاء البترون. البترون تبعد قرابة 80 كيلومترا شمالي العاصمة بيروت. هناك شهيدان ارتقيا نتيجة هذا العدوان، وأيضا جرح 3 أطفال وسيدة في هذا العدوان المتنقل من منطقة إلى أخرى، من الشمال إلى الجنوب إلى البقاع إلى جبل لبنان وإلى العاصمة بيروت، في يعني استكمال للمجازر الإسرائيلية خلال هذا العدوان الإسرائيلي المستمر والمتصاعد ضد الشعب اللبناني وضد لبنان بمناطقه كافة. نعم، شكرا جزيلا لك الزميل عباس الصباغ مراسل الميادين في بيروت. شهداء وجرحى في مجازر متجددة ترتكبها قوات الاحتلال في بلدتي البسارية وأنصارية جنوب لبنان. التفاصيل مع الزميل جمال الغربي. تخفق إسرائيل في الميدان،
تحاول أن تعوض عن ذلك بارتكاب المزيد من المجازر. هكذا هو الحال هنا في بلدة البيسرية. طلع شوف وين في الصواريخ، وين في الرجميات مثل ما بيقولوا، وين عم يستهدفوا الأطفال؟ 4 أطفال وعسكري بجيش لبناني، ونحن قد بعمله وقد ما يسوه نحن ما بنفل من بلدنا وبنضلنا صامدين، ونحن مع المقاومة وبنضلنا واقفين مع المقاومة ومش فارقة معنا، يا من موت سويه أو من يحيى سويه. إسرائيل تقول بأنها تستهدف منصات الصواريخ أو المكاتب الحزبية، ولكن بعين الكاميرا نرصد ما استهدفته إسرائيل، مبنى مكون من طابقين تقطنه عائلة الشامي في بلدة البيسرية. وهو نتنياهو بيعرف وكل العالم تعرف، نحن أبناء ذاك الإمام الذي قال أبي الموت تهددنا يا ابن الطلقاء، إن القتل لنا عادة وكرامتنا من الله الشهادة. هنا في بلدة أنصاري في قضاء صيدا لم يختلف المشهد، إسرائيل ترتكب مجزرة جديدة. عودنا العدو الإسرائيلي دائما أنه يغطي هزائمه بالميدان بقصف المدنيين والأبرياء. هذا البيت أنت محل ما عم بتصور هذه منطقة آمنة. إذا كان الإسرائيلي يعتقد أنه بهذا التدمير سوف يبعد الناس عن المقاومة، نذكره بما سبق وقاله السيد عباس الموسوي رحمة الله عليه: اقتلونا فإن شعبنا سوف يعي أكثر فأكثر. إضافة إلى استهدافات عديدة حصلت في الليل وتحديدا بلدة الغسانية، هناك استهداف لمبنى سكني، في نفس الوقت في كوثرية السياد هناك استهداف لسنتر تجاري. جمال غربي، بلدة أنصارية، جنوب لبنان، الميادين. وبالعودة إلى سعادة الوزير مصطفى بيرم وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، سعادة الوزير تحدثت بنقاط مهمة في المداخلة الأولى في الدور السياسي، في الدور الأمريكي، أو في الدور حتى الإقليمي في بما يتعلق باحتواء هذه الأزمة ومحاولات إيقاف إطلاق النار. بداية، هل تلمسون أي جدية على الصعيد الدولي أو الإقليمي لإيجاد إيقاف لإطلاق النار فعلي وجدي في لبنان؟ شوف، بدأ شوي الحراك الدولي يتحسن، سبب ذلك مش كرامتنا، مش دمائنا، مش أطفالنا، سبب ذلك استعادة المقاومة لزمام المبادرة وبداية التوجيع الإسرائيلي. هول جماعة قتلة ومنافقون بأغلبهم، هم بيتحركوا من أجل أطفالنا ولا من أجل بيوتنا ولا من أجل دمائنا، نحن مش موجودين بحساباتهم، هودي بحساباتهم في إسرائيل فقط كسكنة متقدمة لتسيطر على المنطقة. منطقتنا بس بيشوفوا منا بالشاشة تبعهم الغاز والنفط وقوة سياسية يستغلونها ثم يرمونها، هذا الأسلوب الأمريكي. لكن الآن زاد، بدأت وتيرة الاتصالات كأنه عم تنشط. أعتقد أن السبب مسألة الميدان، يعني أعطيت إسرائيل فرصة، كانوا ظانين، وأنت بتعرف من الموجودين، بعض الموجودين عنا في لبنان، بعض الشواذ الموجودين عنا في لبنان اللي استعجلوا، هودي جماعة مستعجلين حقيقة. في ناس شوف أحلامهم بتسبق تفكيرهم، وفي ناس أيضا أحقادهم بتسبق تفكيرهم. لا أحلامهم ستنجح بل ستكون كوابيس، ولا أحقاد ستنجح بل ستنعكس عليهم، وسينتصر لبنان بكل أحراره من كل الفئات. طبعا ما بنعطيهم كتير وقت هودي، بس عندما تشوف أنه الأمريكاني بلش يطلع، يعني هلأ بلشنا نشوف بعض السياسيين كانوا بالمستودعات فبلش يطلعهم هلأ، هولا شو هو عدة الشغل ليسوقوا الفكرة الأمريكية، هودي بيجيبهم بيتركهم بيحطهم بالمستودع لسنوات وبيظهرهم من برات المستودع، يريدهم الآن لتسويق الفكرة الأمريكية. الأمريكاني كان مسكر تليفوناته، كان مقفل التليفونات، ليش؟ على أساس أنه نحن خلص رحنا ولح نضعف وانتهينا. وإذ الميدان يغير المعادلة، صمود شعب المقاومة ممتاز، التضامن الوطني بأغلبه كمان ممتاز جدا، الموقف المتوازن في الحكومة اللبنانية كمان مقبول جدا في هذا المجال وبساعد هذا الأمر، فهم الناس أيضا لطبيعة المعركة، لكنه هذه المعركة لخلفياتها أنه المسألة مسألة وجود، يعني عندما يقصف لك كل شيء
عندما يقصف مستودعات للأغذية، عندما يقصف أطفال، عندما يقصف بنايات، هذا شو عم بيقول لك؟ لا أريد لك الحياة، لا أريد وجودك، لا أريد حتى أنك تتنفس. الناس ما عاش عندها خيار إلا خيار واحد، سقطت كل طرف الخيار، سقط لا خيار إلا المقاومة. إذن الاتصالات عادت شوي لتنشط بسبب ظروف الميدان، وأن الإسرائيلي لم يحقق شيئا، وأن المقاومة تصرفت بذكاء، استوعبت الصدمة، استفاقت من الصدمة، عملت إعادة تنظيم التحكم والسيطرة، القيادة والتحكم بأفضل حالاتها، الضربات ذكية، التواصل بين الجبهة. نعم، للأسف نحن نحاول أن نكون مع سعادة الوزير مصطفى بيرم، ربما نعود له بعد لحظات لحين جهوزية الاتصال. ضيف هذه الساعة من التغطية وزير العمل والشؤون، وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال في لبنان السيد مصطفى بيرم، سنعود له بعد قليل. في سياق نشرتنا أيضا، وكانت شبكة CNN الأمريكية قد عرضت تقريرا ميدانيا استعرض واقع المعركة في جنوب لبنان، واستعرض أيضا مآلات الحرب بين إسرائيل وحزب الله، وخلص التقرير إلى أن لا هزيمة لحزب الله في هذه الحرب. هذا تقرير لعبد الله ظهر. في أحدث تقاريرها الميدانية حول العدوان الإسرائيلي على لبنان، استعرضت شبكة CNN الأمريكية أحوال الجبهة من الناحية الإسرائيلية، لتخرج بمؤشرات مقلقة وسلبية في إمكانية أن تخرج إسرائيل منتصرة في هذه الحرب. بحسب CNN، فإن الكثير في كيان الاحتلال اعتقد بأن حزب الله بات جثة هامدة بعد اغتيال أيقونته وقائده وقيادة أركان الحزب، وهو اعتقاد كان خاطئا بعد مرور 3 أسابيع على الحرب. واقع الميدان يتحدث عن نفسه، تقول CNN، فجنوب لبنان ليس غزة لا شكلا ولا أرضا ولا طبيعة معركة، فالتضاريس الجبلية المفتوحة حيث ينتشر عدوهم في الداخل تجعل العملية صعبة ومعقدة. أحد جنود العدو ممن قاتل في غزة بداية الحرب هناك يقول وهو على الجبهة الشمالية مع لبنان: هنا العدو مختلف، أقوى وأصلب، ويعرف تضاريس الأرض الوعرة. تتحدث CNN عن تفوق الجيش الإسرائيلي على مقاتلي حزب الله لكونه يمتلك أسلحة متطورة وعددا أكبر بكثير من القوات واستخبارات أفضل وحلفاء أقوى، لكن هذه الميزات لا تعني الكثير في نوع القتال الدائر في تلال جنوب لبنان، حيث لا تعد الأسلحة المتفوقة ذات أهمية كبيرة. إنهم متحصنون في منشآت تحت الأرض ويلعبون لعبة دفاعية، ولا يهم كم منهم تقتل، لا يزال الطرف الأضعف هو من يفوز في نهاية المطاف، يقول تقرير CNN عن أحد قادة جيش الاحتلال. تختم CNN تقريرها بالعودة إلى حرب تموز عام 2006، حين كان حزب الله يواجه أقوى جيش في الشرق الأوسط ومئات الغارات الجوية الإسرائيلية كل يوم، وجميع القدرات التي يمكن أن يقدمها الجيش الحديث والمتقدم. وفي النهاية ماذا كانت النتيجة؟ لم يهزموا، لقد نجوا. وبالعودة إلى سعادة الوزير مصطفى بيرم، نجدد الترحيب بك ونسأل أيضا عن محتوى هذا التقرير الذي جاءت به CNN واستعرضناه في هذا التقرير على شاشتنا. سعادة الوزير، الآن هناك قناعة كما كنت أنت تتحدث بأنه لا هزيمة للمقاومة في لبنان، مع الضربة التي أشرت لها وهي كانت كبيرة، لكن أيضا مثلت المقاومة مفاجأة بأنها استوعبت هذه الضربة والآن تدير الميدان والمعركة على مقاساتها وعلى توقيتها. هذا واضح أنه يقلق الإسرائيلي، هذا واضح أنه بدأ يرتد في الإعلام الغربي على أنه لا توجد هزيمة للمقاومة في هذه المعركة. كيف تقرأ الموضوع أنت، أو كيف تعلق على محتوى هذا التقرير؟ نعم، عندما يكون التقرير من CNN، تعرف موقعية CNN في الإدارة الأمريكية وتأثيرها في صناع القرار في أمريكا وأيضا في صناعة الرأي العام عندهم. بالتالي عندما بتأكد CNN أن أهداف الحرب فشلت، أن الميدان أصبح أسياده هم رجال الله وأبناء السيد حسن نصر الله، هذا الأمر عم بغير المعادلة كلها سوا.
هيدي مسألة مهمة جدا. بالتالي بدأ المأزق يحصل في الميدان، وهون الإسرائيلي ما عاش عنده طرف الوقت، والأمريكاني ببلش يتصل. هلأ بعد شوي لح تشوف الموفدين الدوليين بدهم يكتروا، لأنه الميدان كربج بالنسبة للإسرائيلي، ممكن يزيد إجرامه يعني فيما يتعلق بالإجرام. طبعا هذا جريمة حرب، بس إذا بدنا نحكي بالعسكر هذا لا يغير شيء بالعسكر. أهدافه العسكرية كانت القضاء على المقاومة، هيدي طويلة عرقبته هي واللي فوقه واللي تحته، وأيضا الشرخ بين المقاومة وجمهورها، وهذا خطأ غبي وساذج، لأن المقاومة هي بنت هذا الشعب، المقاوم هو ابن هذا الشعب، زوج هذه المرأة، خيها، ابنها، ابنه، خيه، بيه. المقاومة التراب والشجر والأرض والغيم والمطر، المقاومة هي ريحة الزعتر الأخضر، المقاومة هي الأرز المنغرس في هذا البلد، في هذه الجبال. ما حدا بيقدر يشيل المقاومة. المقاومة هي الشعب، المقاومة هي الإرادة، هي الأمة، المقاومة هي الثقافة، هي الروح، هي المخزون الاستراتيجي والثقافي في لا وعينا الذي انعكس في وعينا وسلوكنا. هودي غلطانين. هلأ بس ليشوفوا الفشل الإسرائيلي، بس ليشوفوا الفشل الإسرائيلي لح يرجعوا يجوا كما حصل في 2006، بس كانوا مسكرين تليفوناتهم، بس لقوا الإسرائيلي بلش يأكل الضربات. والمقاومة شو عم تعمل هون؟ كما قال سماحة الشيخ نعيم قاسم، المقاومة عم بيقول له لنتنياهو أنت بدك ترجع هال 100,000 200,000. المقاومة وسعت الدائرة، عم تهجر أكثر، وصلت الصواريخ إلى حيفا، إلى الخضيرة، إلى هيرتزيليا، إلى تل أبيب، إلى عكا، إلى صفد، إلى طبرية، إلى نهارية، كريات شمونة. إذن وقعوا بمأزق الجماعة، والمأزق الرئيسي وين خطورته؟ خطورته عندهم مش عنا. يعني نحن باللحظة التي تتوقف الحرب نحن مباشرة بنرجع، منرجع ومنرفع رايات النصر ومنرفع رايات العزة ومنشيع شهدائنا ونفتخر فيهم ومنعمر بيوتنا بأفضل مما كانت، ونربي جيلا جديدا أشد منا وأوعى منا وأكثر وعيا منا، لكي تستمر المسيرة وجهاد التبيين، تبيين الحقائق في زمن الزيف. هيدي المسألة. بينما هم ما لح يرجعوا بس إذا توقفت الحرب، لأنه المشكلة مش مسألة إطلاق الصواريخ، المشكلة الفوبيا التي نشأت لديهم، أن أمنهم قد سقط، أن ردعهم قد سقط. وهيدي مسألة خطيرة جدا، هي تضرب فلسفة الاستيطان وثقافة الاستيطان، لأن الاستيطان قائم على احتلال إحلالي، يعني بعمل مجازر، بشيل أصحاب الأرض الأصليين، بقعد أنا محلهم ومبعود بغادر. عندما تجي أنت وتلزمهم على المغادرة، أنت ضربت ركنا أساسيا مؤسسا من أهم التأسيسات التي قامت عليها دولة الفصل العنصري الصهيونية. طيب سعادة الوزير، أنت تحدثت بأنه الآن الوضع بالنسبة للمقاومة عسكريا جيد واستوعبت هذه الضربة، لكن أيضا نريد أن نسألك حول البدايات، بدايات هذا العدوان. ظنت إسرائيل، وكان ذلك واضحا من خلال إعلامها، بأنها وجهت ضربة قوية إلى المقاومة في لبنان باغتيالها السيد الشهيد نصر الله، باغتيالها قيادات في المقاومة الإسلامية، وأيضا إلى حد بعيد حتى بضربها للبيئة الحاضنة. يعني كان هناك تهجير وكانت هناك عمليات استهداف حتى للمدنيين، لكن سرعان ما تبدل ذلك. هذا المشهد هو مشهد خطر في إسرائيل، هذا صحيح، لكن إلى أي مدى؟ كيف سينعكس في الداخل الإسرائيلي؟ نعم، السؤال مهم جدا حقيقة. كيف سينعكس في الداخل الإسرائيلي؟ شوف، الطلعة الموهومة كتير تقابلها صفعة خذلان مثلها أو أكبر. الإسرائيلي طلع كتير بغطرسته، ما عاد إشع، وهيدي خطورة. أي مسؤول، أي قائد، أي جيش، أي مدير في العالم عندما الغطرسة تبعه تاخده إلى نشوة، بصير يفكر فقط في الانفعال العاطفي دون التعقلن، بيوقع بمأزق. طلعوا طلعة كتير قاسية، والآن بدأوا يتلقوا صفعة الخزلان بنفس قدر قساوة الطلعة اللي عملوها. هيدي بدها تنعكس عليهم سيكولوجيا، لأنه الفارق بيننا وبينهم في شيء دقيق جدا شرحه القرآن. طبيعة القتال، أنا بنوجع وعدو بينوجع. هلأ بغض النظر عن القوة النارية، لأنه نحن بموقع دفاع وهو كل دول العالم معه، بيكفي أنه أمريكا فاتحت له كل الأسلحة والإمداد تبعه،
هون بدك تشوف انت نسبيا وليس رقميا. يعني بمعنى هو عم بيضرب عندي، ما بتبحث قدي انا برد عليه، كيفية الرد عليه. يعني انا عندما ودي مبارح المقاومة عندما تودي مسيرات الى تل ابيب، نعم، هيدي ضربت له ردعه. يعني بعد مرور سنة على طوفان الاقصى، تل ابيب عم تقصف ومن كل الجهات، هيدي خطيرة جدا. هذا الامر سينعكس عندهم بشكل كتير خطير سيكولوجيا، عكسنا نحن. ليش؟ لأنه هن مش مؤهلين لهذه العملية من الاستيعاب النفسي لهذه الأمور، بينما نحن بثقافتنا بمدرسة كربلاء التي هي مدرسة ملك الإنسانية جمعاء، تعلمنا مثل ما بقول غاندي، تعلمت من الحسين بن علي كيف أكون مظلوما فأنتصر، كيف تحول الألم إلى أمل. هيدي السيكولوجيا موجودة عندنا، هذا اللي هن مش موجود عندهم. لذلك هلأ بالتقرير اللي أنتوا عملتوه في أحد المواطنين قال مهما دمرت إسرائيل، شوف الوعي هون، شوف الوعي من هذا الإنسان، وهذه عينة. شو قال لهم؟ مهما دمرت إسرائيل ما لح تقدر تفصلنا عن المقاومة، لأنه كما قال السيد عباس الموسوي، القتل اقتلونا فإن شعبنا سيعي أكثر فأكثر. ليش سيعي أكثر فأكثر؟ لأنه هدف القتل يروعك، ونحن يخاف منا الخوف. علي بن أبي طالب بيقول إذا هبت شيئا فقع فيه. أنت خوف خوفك، أنت أقتحم خوفك. لذلك لأنه ميكيافيلي بيقول قاعدة مهمة جدا بعلم النفس الحربي، بيقول من يمتلك تخويف الناس يمتلك أرواحهم. إذن عندما قل له أنا لا أخاف منك، أنا حاضر في الميدان، الشط ورقة كبيرة لقدرة التحكم في روحي وفي نفسي وفي الوزير معنوياتي. إذا ما يميزنا عنهم من خلال المعطيات إنهم يألمون ونحن منألم. نعم، خصوصا إذا ما علمنا من خلال المعطيات الإسرائيلية وحتى الأمريكية بأنه كان هناك تخطيط، يعني منذ أن أدخلت أجهزة الاتصال البيجر وأيضا التنسيق الإسرائيلي الأمريكي، أن توجه ضربة قوية وسريعة إلى حزب الله تفقده القدرة أو تفقده التوازن والقيادة والسيطرة، لكن سرعان ما تبين ذلك العكس. وأنت ذكرت نقطة أيضا مهمة جدا بحديثك بأنه إسرائيل لا تؤمن بالسلام وأيضا تقتل المدنيين، لكن ما يجبر الآن إسرائيل هو عودة المقاومة بقوة وأيضا البيئة الحاضنة. الآن نتابع على الشاشة هذه صور مباشرة من تل أبيب، هناك من يطالب حتى في الداخل المحتل بإيقاف هذه الحرب، خصوصا في قطاع غزة وبخصوص ما يتعلق بموضوع الأسرى. لكن بهذا الخصوص تسألك سعادة الوزير بأنه أين وصل موضوع الأسرى؟ كيف سيتصرف نتنياهو في الداخل؟ بمعنى ملف غزة لم يغلق، والآن فتحت جبهة لبنان من قبل إسرائيل، واعتداء واضح وصريح، وللبنان الحق الكامل أولا في الدفاع عن نفسه وأيضا في استهداف جميع المناطق، لأنه الاعتداءات الإسرائيلية وصلت إلى مختلف المناطق. بالتالي ما خطورة ذلك على هذا اليمين المتطرف في داخل إسرائيل؟ شوف، خطورته أنه بده يرتكب خطأ الاستمرار والإيغال في الهروب إلى الأمام. في قاعدة موجودة بالحروب، بسيكولوجيا الحروب، بتقول إذا كان عدوك في الطريق الخطأ فلا تقطع عليه الطريق، خليه يوغل، سيصل إلى طريق مسدود، سترتد وبالا عليه. هذه نقطة كتير مهمة، لأنه سيراكم ضغطا داخليا، سيراكم فشلا استراتيجيا، أغراهم بالنجاحات التكتيكية، لكن النجاحات التكتيكية تفقد أهميتها إن لم تكن عملية تراكم تؤدي إلى نجاح استراتيجي. هو نجح نعم في ضربات تكتيكية، لكن لم يستطع أن يوصلها إلى البعد الاستراتيجي. المقاومة تقبلت الضربات في التكتيك، لكنها راكمت هذه المسألة لتراكم المناعة، لتقوية المناعة، للاستفادة من الثغرات، لتعلم الدروس، وهذه مسألة مهمة جدا في إدارة الإخفاق، لأنه كتير مهم للقيادة الذكية والقيادة المعاصرة والقيادة الملهمة أنها لا تقودك فقط من أجل الانتصار، بل أيضا عند إدارة وقيادة للحظة الإخفاق، كيف تحوله من لحظة إخفاق إلى لحظة نجاح. وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم في معركة أحد،
عندما تحولت إلى مسألة إخفاء. لكن النبي تاني يوم من معركة أحد عندما عرف أنه في قريش معسكرة قريب من المدينة تريد أن تنقض على المدينة وتكمل ما فعلته قبل بيوم للقضاء على المسلمين، شو عمل النبي؟ طلب من كل من هو مجروح في أحد مبارح، قال لهم من كان به جراحة فليخرج معنا. شو عم بيقول النبي؟ عم بيقول جراحنا لا تقعدنا. نعم. ومن جراحنا نحول الجرحى إلى طاقة من القوة. يبدو فقدنا الاتصال من جديد لحين عودته معنا من جديد الوزير مصطفى بيرم وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال. تتابعون مشاهدين الآن هذه التظاهرات الضخمة والواضحة في تل أبيب تطالب بوقف الحرب وبإعادة الأسرى من غزة، والجميع يعلم مشاهدينا بأنه نتنياهو ماطل كثيرا في خصوص ورقة الأسرى. اتخذ هذا الملف كغطاء واتخذت المفاوضات كغطاء لاستمرار الحرب على غزة أولا، لتوسيع العدوان في مناطق أخرى سواء في الضفة أو في جبهة لبنان ثانيا وحتى أبعد من ذلك، وبقيت هذه الورقة معلقة. لابد من الإشارة أنه إسرائيل التي تصعد الآن وتعتدي في لبنان وتعتدي في أكثر من مكان هي في الأساس لم تنجز عسكريا أو استراتيجيا في غزة، بل بقيت المقاومة في غزة وبقيت ورقة غزة وما يتعلق بها خصوصا موضوع الأسرى بقيت معلقة من دون أي حلول، وما زال جيش الاحتلال الإسرائيلي في داخل قطاع غزة يتلقى الضربات تلو الضربات. نتابع إذن جانبا من هذه التظاهرات في تل أبيب. سعادة الوزير، نريد أن نسألك أخيرا بخصوص بيئة المقاومة، خصوصا يعني كان يسميها السيد الشهيد حسن نصر الله يا أشرف الناس. الآن هي تعرضت إلى عدوان إسرائيلي وهي أيضا تقاوم وتصبر على ما مر بمناطقها. ماذا يمكن أن تتوجه لها بكلمة، خصوصا عندما نشاهد على المقلب الآخر هناك غليان، هناك عدم قبول في الشارع الإسرائيلي، هناك تظاهرات تصل في الكثير من الأحيان إلى التكسير والاعتراض وقطع الطرق والشوارع في احتجاج واضح على سياسة إسرائيل العدوانية؟ نعم، سؤال وجداني يأخذني إلى الوجدان وإلى القلب وإلى الروح. هذه البيئة روحنا، هودي أهلنا، هودي أحبائنا، هودي قدموا أغلى ما لديهم، هودي كانوا يقولوا للسيد فداك، وإذ بهذا السيد يقول لهم أنا الذي أفديكم. عندما تجد جماعة بشرية قائدها يتقدمها في الميدان، يبذل أغلى ما لديه، ابنه وصهره ونفسه، ويبذل أغلى أحبائه وهم يشاركونه في البذل، هذا التسابق في البذل هو روح إلى إعلاء الشأن الإنساني. نحن حجة على الإنسانية، أقولها بكل فخر دقة، نحن حجة على الإنسانية وحجة للإنسانية. وجودنا هو وجود للكرامة، وجودنا هو وجود لنصرة المظلوم، وجودنا هو إعلاء للقيم الإنسانية في وجه التوحش البشري، في وجه الإجرام والنفاق العالمي، في وجه التخلي وضرب أواصر الأخوة. نحن نعيد تكريس الأخوة، نحن نعيد تكريس الحفظ والتضامن، نحن نعيد تكريس القيم الإنسانية والثورة الحقيقية تجاه الظلم. إنك لا نفعل الحياة إن كانت حياة بيولوجية نأكل ونشرب فيها، إنهم كالأنعام بل هم أضل سبيلا. لكن هذه البيئة تقدم نموذجا للأخلاق وللقيمة الإنسانية، فإذا عشنا نعيش أعزاء، وإذا متنا نموت بشرف وكرامة وبطولة وفروسية. نحن أهل المقاتلة من أجل الحق، نواجه جيش القتل من أجل الباطل. إنها الثنائية منذ أصالة الوجود ومنذ بدء الوجود ستستمر، ولن ينتصر إلا أصحاب الحق. تلك سنة الله، ولن تجد
الله تبديلا. نحن نكرس اليوم شيء اسمه أبونتو. هيدي شو قصتها؟ قصتها أنه أحد الأشخاص ذهب إلى بعض الأدغال في أفريقيا فوجد مجتمع متضامن، مجتمع صحي، يقولوا عمول هذه التجربة. وضع هناك ألعاب لمجموعة من الأطفال وقال لهم للأطفال اركضوا، وأول واحد بيوصل للعبة اللعبة بتطلع لإله والجائزة بتطلع لإله. فتفاجأ أن كل الأطفال أمسكوا بأيدي بعضهم البعض وراحوا كل سوا. وتفاجأ هذا الرجل وقال ليش عملتوا هيك؟ قالوا لا يمكن أن نقبل بأن أربح لوحدي، أنا أربح عندما يربح إخواني. هذه البيئة أرادت أن تتحمل عن كل البشرية هذا الوجع لتصنع العزة والكرامة لهذه الإنسانية جمعاء. شكرا جزيلا لك سعادة الوزير الأستاذ مصطفى بيرم، وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية. كنت ضيفا محترما في هذه التغطية من الميادين، وهي التغطية مستمرة مشاهدينا على رأس الساعة المقبلة. في أمان الله.